وأبشرك أنه الحكومة متوجهة إلى سحب من الاحتياطي لتغطية الرواتب. لا عندنا مشكلة بالرواتب حتى مع بقاء النفط على 70، عندنا مشكلة بالرواتب ويمكن أغلب المواطن نعم شلون شنو المشكلة، وأنه تأخير الرواتب الآن صار لنا أكثر من 8 شهور تتأخر الرواتب، عندنا أكثر من 8 إلى 10 إلى 12 يوم في استلام الرواتب، وإحنا اليوم الواحد في حساباتنا الاقتصادية يؤثر في العملية، فبالتالي لا ما راح يتأخر، راح إنه الكارثة إذا ما أجل عملية استخدامه. وأعتقد اليوم الأخ رئيس مجلس الوزراء في توجيهه للدفع الإلكتروني أنه حاولوا أنه تأخرون عمليات السحب من البطاقة، أنه الراتب كل يوم ينسحب وإنما يتأخر في توجيهات البنك المركزي وللمصارف في عمليات. بس وزارة المالية قالت أنه ماكو مشكلة عندنا. احنا دائما وزارة المالية تقول ما عندنا مشكلة. يا يوم طلعت لنا وزيرة او وزير وقال عندنا امر يتعلق بالسيولة، وهذا الموضوع مو يمه انه السيولة يمكن ما عندهم في وقت الحاضر. وهسه السيولة مين تيجي عزيزي؟ نحن نبيع النفط بالدولار، زين ياخذه البنك المركزي فيحول الدولار الى دينار ويعطيه الى وزارة المالية لدفع الرواتب. نسميها احنا الميزانية التشغيلية، تمام، الموازنة التشغيلية عفوا. اذا لم ياتيني دينار اني انا امام حل، إما بطباعة دينار دون التغطية الحقيقية أو لا، أنا في مشكلة أخرى أنه أنا يصير أسحب من الرصيد الدولاري وأحوله إلى دينار وأقوم باستهلاك احتياطي البنك المركزي.